على المنصوص العلامة محدث الجزيرة أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواجعي. تقول: هل هناك مانع لخروج المرأة بدون محرم لتحضر مجلسا في العلم أو غيره؟ إذا لم يكن هناك سفر وأذن لها زوجها وننصحه أن يأذن لها إذا آمن الفتنة، إذا آمن عليها الفتنة وآمن أن تفتن غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويقول أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن كان يغار عليها أو يخشى عليها من الفتنة أو أن تفتن الرجال، فينبغي أن يأتي لها من النساء بمن يعلمها في بيتها، وأن يجعل لها وقتا يعلمها ما تعلم. فإن المرأة الصالحة تعينك على تربية أولادك، وتعينك أيضا على جميع أمورك، بخلاف المرأة الفاسقة العاصية. نعم، فإنها تدمرك وربما تتجسس عليك، والله المستعان. فينبغي أن نحرص جميعا، ويوصي إخواننا هنا أن يجتهدوا مع أهلهم ويجعلوا لهن وقتا. فإن قلت: امرأتي لا تحب التعليم ولا تفهم ما يرضى، لا تحب التعليم ولا تفهم، بل ربما يكون حالها كحال بعض الإخوة مع امرأته، يعلمها ثم قال لها: إنك بقرة. قالت: عليك 77 لعنة إذا لم تقم عندي وإذا علمتني مرة أخرى. فماذا؟ فإذا كانت معرضة تذهب بها إلى النساء الصالحات، أتذهب بها إلى النساء الصالحات؟ نعم، وأنت محتاج لها في الدعوة إلى الله، تدخل إلى النساء وتعلمهن، وأنت لا تستطيع أن تدخل إلى النساء. فينبغي لنا أن نحرص على تعليم أهلنا، والله المستعان.